فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا استعمل فرشة الأسنان وفي نيته أن تكون بدلا وقائمة عن السواك، فهل يكون فعله سنة؟ المقصود إزالة رائحة الفم، بأي شيء أزلتها حصل المقصود، بالفرشة، بالمعجون، بخرقة، بإصبعك. لكن أفضل أنواع المسواك أفضله عود الأراك، هذا هو أفضل الأعواد التي يستاك بها. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.